وتنضم إلينا من بيروت مراسلة غد كلودي أبي حنا. إذن كلودي، مستجدات الجدل القائم بشأن رفع البنك المركزي الدعم حول المحروقات. قبل قليل انتهى الاجتماع المالي في قصر بعبدة والذي ترأسه الرئيس ميشيل عون وحضره وزيرا المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامي. ومن المفترض أن تصدر توضيحات رسمية حول النتائج التي توصل إليها هذا الاجتماع، علما أن هناك اجتماعا وزاريا بعد الظهر دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي. وتنعقد هذه الاجتماعات وسط انقسام حاد في وجهات النظر حيال مسألة الدعم. حاكم مصرف لبنان أوضح أنه اتخذ هذا القرار لأن كل الأموال التي تدفع للدعم تذهب لمصلحة التجار والمحتكرين، وأنه يجب التعويض على المواطن والدفع مباشرة للمواطن لكي تتم المحافظة على كرامته. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عقد مؤتمرا صحفيا وكان أكثر صراحة، لأنه أيد رفع الدعم معتبرا أن الأموال التي تصرف على الدعم تذهب لسوريا، وذلك لأن سعر صفيحة البنزين في لبنان وكل المحروقات في لبنان أدنى بكثير مما هو في سوريا، ودعا إلى إقرار البطاقة التمويلية وإلى إقرار خطة للنقل العام. وفي المقابل الرئيس حسان دياب ورئيس الجمهورية لا يريدان رفع الدعم لأنه بالفعل سوف يؤدي إلى ارتفاع هائل في مختلف الأسعار. نعلم أن أسعار المحروقات تنعكس على مختلف أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وبدأ هذا الأمر يلحظ في السوق اللبناني حيث كانت زحمة سير رهيبة طيلة هذا النهار على محطات الوقود سعيا لتعبئة الوقود بما تيسر في المحطات التي لا تزال تبيع على السعر القديم، وذلك يواكب ذلك ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية. هناك سيف ذو حدين الآن أمام لبنان، والواقع أن يعني لبنان يقترب من الانهيار لأن هذا القرار خطير وهذا القرار أخطر منه. طيب نأتي إلى تأجيل جلسة البرلمان. كلودي، ما هي ردود الفعل حول تأجيل جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب فيما يتعلق بمرفأ بيروت؟ جلسة البرلمان أرجئت لعدم اكتمال النصاب. نعلم أنه تمت مقاطعة هذه الجلسة من قبل كتل رئيسية هي كتلة اللقاء الديمقراطي أي الحزب التقدمي الاشتراكي، كتلة الجمهورية القوية أي كتلة القوات اللبنانية، وكتلة تكتل لبنان القوي أي التيار الوطني الحر. وانضمت إلى هذه الكتل أيضا كتلة نواب الأرمن بإعلانها هذا الصباح مقاطعة الجلسة. وقد حضر الجلسة نواب حزب الله وحركة أمل وعدد ضئيل من نواب تيار المستقبل. هذا الأمر أثار سجالات لأن من قاطع الجلسة كل قاطع لهدف معين، والسجالات أن النواب يعني يتهمون بعضهم البعض بأنكم تسعون إلى حصد مزايدات شعبوية. هذا ما أكده النواب الذين حضروا جلسة البرلمان، وأكدوا أن السعي هو للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك وصولا إلى محاكمة رئيس الجمهورية الذي لم يستدعه المحقق العدلي حتى الآن. في أي حال بالنسبة إلى الأهالي، هم اعتبروا أنهم حققوا انتصارا مؤقتا أو نقطة في وجه هذه المنظومة السياسية، لا يهمهم كيفية الحسابات، يهمهم فقط التجاوب مع المحقق العدلي بشكل فوري وتلقائي من دون أي خلفيات سياسية أو طائفية. يريدون أن يتأكدوا من أن المنظومة السياسية القائمة في لبنان تحترم ما يؤكده ويقوله
يطلبه المحقق العدلي كي يصل هذا التحقيق إلى نهايته وكي يصدر القرار الضمني بشكل واضح. هذا ما يريده الأهالي. أيضا هنا هناك شد حبال، هناك سجال لن يتوقف، لأن الأهالي مصرون على أن يحصلوا على الحقيقة فيما لدى المنظومة السياسية ولدى السلطة السياسية حساباتها المتعددة. وأقول إن من أيد الجلسة من الكتل النيابية، لكل كتلة حساباتها المختلفة عن الأخرى، ومن عارض وقاطع الجلسة أيضا لكل كتلة حساباتها المختلفة عن الأخرى. من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنا، شكرا جزيلا لك.